اهلا بحضراتكم مرة اخرى، كل سنة وحضراتكم طيبين مرة اخرى بمناسبة هذا الزخم وهذه الروح الوطنية الجميلة اللي بنعيشها الايام دي واحتفالاتنا بالذكرى 42 لنصر اكتوبر المجيد. في دول عظمى بتمتلك سينما، والسينما من القوى الناعمة اللي بتمتلكها اي دولة. الدول دي ما عندهاش تاريخ عسكري عظيم، وما كانش يقف جنبها الحق في اغلب معاركها اللي خاضتها، لكنها عملت افلام سينمائية وكرست لثقافة المنتصر وثقافة الشخصية الخاصة. وربما انتوا عارفين انا بتكلم عن مين، عن امريكا، السينما الامريكية، من افلام كتيرة اكشن مختلفة. الحرب اللي خاضتها كانت في فيتنام، عملت افلام كتير قوي عليها، رغم انه هي يعني ربما ما كانش الحق معاها في الحرب دي. لكن دولة زي مصر بالحروب اللي خاضتها، والحروب كلها كانت دفاعا عن مصر، دفاعا عن الشعب المصري، دفاعا عن كل ما يمتلكه هذا الشعب من مقومات ومن قيم روحية وحضارية الى اخره. الافلام السينمائية اللي احنا قدمناها، هل عبرت عن كل الجهد اللي قدمته القوات المسلحة للشعب المصري والتضحيات بالفعل؟ ده سؤال. سؤال تاني، حرب 73 وما قبلها وكل البطولات، خاصة في حرب الاستنزاف والمعارك دي، هل احنا جسدناها فعلا في افلام سينمائية وارخنا لهذه المرحلة بشكل يرضي وبشكل يتناسب مع كل التضحيات اللي حصلت؟ فيلم 418 دفاع جوي، كتيبة دفاع جوي، فيلم ستجدونه قريبا ان شاء الله متاح للجميع، فيلم من انتاج مجموعة 73 مؤرخين. هنتكلم عن الفيلم وهنتكلم عن قصة ظهوره والعقبات اللي واجهها والحدوتة نفسها وعن المجموعة. يسعدنا ان نلتقي خلال الدقائق التالية بضيفي الكريم الاستاذ احمد زايد، مؤلف الفيلم ومؤسس المجموعة 73 مؤرخين التي انتجت هذا الفيلم. اهلا فندم، صباح الخير. اهلا وسهلا فندم، صباح الخير، وصباح الخير على كل المصريين. القصة الخاصة بالفيلم، ممكن في إناءة سريعة كده، مش هنحرقها، بس علشان نقول للناس القصة الحقيقية دي كانت فين أحداثها وإزاي جسدتوها؟ كتيبة 418 أحد كتائب الدفاع الجوي، صدرت لها الأوامر يوم 8 أكتوبر بالتحرك للجبهة عشان تستعوض خسائر أحد الكتائب اللي كانت في بورسعيد واتصابت، فتم سحبها لإعادة تجهيزها. اتحركت من بورسعيد الى انشاص تقريبا الى بورسعيد على مدار يومين في خط سير سري، افراد الكتيبه ما يعرفوش رايحين فين، وبيقفوا في اماكن معينه وتقال لهم اقفوا هنا لفترات معينه. كانت خطه محكمه ان هم يفاجئوا الطيران الاسرائيلي بعد يومين ان هو مستوي على سلم بورسعيد، متاكد ان مفيش صواريخ دفاع جوي، ان صواريخ تخش وتتعامل معاه وتسقط له الطيارات. يهمنا هنا ان احنا نقول ان اسرائيل كانت مكرسه ربع مجهودها الجوي على الجبهه المصريه لبورسعيد تمام لوحدها. ليه؟ عشان بورسعيد، من بورسعيد يقدر اي صواريخ مصريه ارض ارض توصل لعمق الاسرائيلي. كان رئيس السادات قبل الحرب هدد العين بالعين والعمق بالعمق، فهم كانوا حاطين بورسعيد ان هي ما يخشهاش اي صواريخ مصريه. عظيم. فهنا دور الكتيبه، البطولات الكتيبه، باذن الله هتشوف الفيلم باذن الله بكره على احد القنوات الفضائيه، ونتمنى ان هو يكون موجود على الفضائيه المصريه وعلى كل القنوات المصريه قريبا باذن الله، عشان احنا تعبنا فيه بقى لنا 3 سنين بنجهز له. والحمد لله بعد افتتاح قناه السويس ابتدى التصوير الفعلي بالتنسيق مع قوات الدفاع الجوي. نعم. القوات المسلحه قامت بدور كبير في انتاج او المساعده في انتاج هذا الفيلم، بعد ما عدد من المنتجين او المنتجين الموجودين في الساحه اعتذروا عن انتاج هذا الفيلم، وعدد من نجوم السينما برضو اعتذروا لانه ما فيش مخصصات ماليه كافيه. ما احنا كمجموعه 73 احنا مجموعه مؤسسه ثقافيه من شان الجهود الذاتيه. كانت وزاره الثقافه كانت وعدتنا في عهد الوزير السابق قبل مثلا نقول فبراير او مارس اللي فات على طول، ان هي هتخش معانا، ان هي هتنول الفيلم. الفيلم ميزانيته مليون جنيه بس، مليون جنيه
اي حد نتكلم على اي فيلم تجاري ميزانيته ممكن توصل ل 20 25 مليون جنيه وملوش وراه عائد. احنا بنقدم فيلم حربي بمعنى الكلمه ميزانيته مليون جنيه فقط لان القوات المسلحه قدمت لنا دعم. لو قدت لو قالت لنا مش هشيلك هشيل الدعم ده وهديك 100 مليون جنيه مش هستفيد. طبعا قبل ما اتكلم عن دعم القوات المسلحه لكن وزارة الثقافة يعني الوزير السابق للثقافة قال لكم ان هو هيدعمكم وهينتج الفيلم والانتاج كله الفيلم كله مش هيتكلف مليون جنيه. ايه اللي حصل؟ بعد رمضان على طول في خلال بعد الثاني يوم او ثالث يوم العيد اتبلغنا ان هو لا مفيش فلوس عند وزارة الثقافة. مليون جنيه؟ لا هو كان وزير الثقافة كان اعلن ان وزارة الثقافة خارجة من 30/6 لان هي اكتساب المالية وفي عندها فائض. وكنا رحنا المركز القومي للسينما وقعدنا فترة هناك شكلت لجنة سريعة وفي الاخر برضو لا مفيش فلوس. ترى يا جماعة ده يعني ده عمل وطني ده المفروض الدولة هي اللي تاخده عشان مش عشان حاجة عشان يتوزع على كل القنوات عشان لأكبر نسبة مشاهدة. انتوا مش عاملينه بهدف ربح لا عاملينه بهدف تقديم قصة وطنية لكل الاجيال. ده فيلمنا الرابع. احنا قدمنا ثلاث افلام قبل كده وكان بالصدفه ان ثلاث افلام للقوات الجويه أجنحة الغضب الجزء الاول والجزء الثاني وفيلم ابابيل. وانا لازم اذكر هنا ان الجزء الاول من أجنحة الغضب اتذاع يوم 6 اكتوبر 2012 بعديه بساعه اخذته القناه الثالثه في التلفزيون الاسرائيلي وذاعته. ده معناه ان هم حاطين عينهم علينا وحاطين عينهم احنا بنقدم ايه جديد لان احنا كان 473 واخرين ناخد اتجاه جديد مش موجود في مصر بقاله 40 سنه اللي احنا نعيد احياء البطولات. هم كانوا بيراهنوا على موت البطولات دهيت والناس هتنساها والناس هتتلهي في مشاكلها وفي الحياه اليوميه بتاعتها. طيب انا هتكلم معاك عن مساله قلب الحقائق وده هدف اسرائيل بتعمله من فتره وتزييف الواقع علشان مثلا بعد عقدين ثلاثه يبقى عند الاسرائيليين ان هم اللي انتصروا في 73 مش المصريين. ده من خلال مجموعه من الافلام مجموعه من الاليات المختلفه. لكن قصه الفيلم برضو يعني ليه اخترتوا الموضوع ده ومين اللي ساعدكم فعلا في ظهوره يعني بالترتيب المساعدات؟ طبعا القوات المسلحه استاذ جمال الغيطاني ربنا يشفيه كان سند لينا خلال الثلاث سنين دهيت ان هو بيكتب مقالات عن المجموعه 73 مؤرخين وعن ضروره دعمنا وان لازم الدوله تاخد بالها مننا وان احنا مش بنقدم حاجه لا احنا بنعمل حاجه للامن القومي المصري ان احنا احياء الذاكره الوطنيه طبعا ده احياء الامن القومي المصري لان اي جيش بيحارب لازم في ظهره جبهه داخليه تدعمه. لو الجبهه الداخليه دي مش متماسكه الجيش مش هيقدر يحارب الحرب القادمه دي سواء حرب ضد الارهاب او سواء حرب اقليميه قادمه. فلازم الجبهه الداخليه تبقى قويه. القوات المسلحه دعمتنا في موضوع وخصوصا قوات الدفاع الجوي والشؤون المعنويه معانا كتيب الدفاع الجوي كامله لمده 16 يوم كاملة بعربياتها بصواريخها بزباطها بمدفعيتها وتصورنا على طرق ومعانا صواريخ حية والشرطة العسكرية والمخابرات حربية. كان تعاون كبير جدا جدا لإظهار الفيلم في أحسن صورة. يعني أنا برضو عايز انتهز الفرصة دي أتقدم بالشكر الجزيل لكل المسؤولين في القوات المسلحة على الدعم اللي أنتوا قدمتوه. يعني كون إن كتيبة كاملة تبقى تحت تصرف مخرج الفيلم وفريق عمل الفيلم لفترة كام يوم؟ 16 يوم. لفترة 16 يوم دي رؤية ناضجة جدا لأهمية السينما وأهمية الفن في تقديم رسالة للأجيال اللي جاية والحفاظ أيضا على التاريخ وعلى التراث وعلى كل البطولات اللي قدمتها قواتنا المسلحة في كل حروبها اللي خاضتها. حضرتك القوات المسلحة أعتقد إن هي مدركة تماما إن المجموعة 73 لا تهدف إلى الربح، لا تهدف إلى المزايدة، لا تهدف إلى المتاجرة بالبطولات. وإن إحنا للأسف بالنسبة لناس تانيين يعني للأسف إحنا شغلنا دقيق جدا فيما يخص المعلومات. فلما إحنا كتبنا سيناريو أنا كتبت سيناريو أكتر من ثلاث أربع مرات وكل مرة بيتعدل إن هو كان فيلم وثائقي وبعد كده بقى وثائقي درامي ووصل في الآخر إن هو درامي كامل.
في ظل المستجدات دي. لما انا كتبت السيناريو اتعرض على القاتل مصطفى طبعا نيه البحوث والشؤون المعنويه وعدنا مع الدفاع الجوي دققنا في المعلومات. يعني حضرتك هتلاقي في الفيلم في ساعه ظاهره الساعه دي مديه توقيت معين لتوقيت الغاره الحقيقيه الاسماء اعداد الطيارات التوقيتات الحاجات دي كلها احنا بنحاول نعمل حاجه اقرب ما تكون الى المفروض الافلام الحربيه. لا الافلام الحربيه مصر ما اتعملتش ولا فيلم حربي مع احترامي لكل الافلام العظيمه اللي اتعملت. لكن كنا قعدنا مع سياده الفريق طراس قبل رمضان اللي فات على طول وبقول له يا فندم الفيلم هيبقى درامي. قال لي انا مش موافق ومش عجباني الفكره. سياده الفريق طراس قائد قوات الدفاع الجوي. ليه يا فندم؟ قال لي عاده الافلام المصريه بتبقى قصة حب، قصة خيانة، قصة شقاوة، تبقى دراما مغلفة والحرب على الهامش. قلت له يا فندم المجموعة 93 والأخير هي اللي بتعمل فيلم. البطل هو الحرب وأي حاجة تانية ده على الجانب، دي الدراما. معايا حضرتك؟ حتى البطل مش فرد، لا الكتيبة هي البطلة. الكتيبة قتلت فترة طويلة جدا وعملت سكور جامد على الطيارات الإسرائيلي وما خسرتش إلا شهيد واحد استشهد خارج الكتيبة. مش هنحرق الفيلم، تابعوه الكتيبة 418 دفاع جوي خلال الأيام القادمة سواء كان على الفضائيات أو على شاشة التلفزيون المصري. طب ليه ما تعرضش شاشة التلفزيون المصري؟ أنا فاهم إن أنتوا أهدتوه مثلا. أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا لما اتكلمنا من ميزانية الفيلم 1,000,000 جنيه دي عبارة عن الأجور وإيجار معدات وحاجات زي كده. دخلت معانا أحد القنوات شاكرة ب 25 ل 30% نظير حق عرض اول على احد القنوات. وده انا اعتبره بدايه لاتجاه وطني ان القنوات الخاصه بتهتم بالحاجه زي كده وبتدعم. دخلت معانا احنا عندنا قطاع الانتاج وهو معني بهذه الاعمال واعتقد اتحاد الاذاعه والتلفزيون يعني حصل اي اتصال حصل اي عرض. انا فاهم حصل عرض من قبل بعد رمضان على طول لما عرفنا سحب الموضوع وزاره الثقافه فاتجهنا لمدينه الانتاج واتجهنا وكلمت الاستاذ المخرج الاستاذ احمد صقر. قال لي الوقت ضيق جدا لازم تسمع الاستاذ احمد صقر رئيس قطاع الانتاج. ايوه كلمته تليفونيا خدت رقم من الاستاذ محمد راضي قال لازم تشكل لجنه ولجنه تراجع السيناريو. قلت له يا فندم السيناريو مراجع. قال لي لا انا رقابيا اراجعه. قلت له يا فندم ده مصدق عليه القوات المسلحه. قال لي لا لازم يراجع واللجنه دي بتاخد حوالي 3 اشهر عمل. قلت له يا فندم انا داخل الشهر الجاي تصوير ومعيش ولا مليم وميزانيه الفيلم نتكلم في حوالي لو شلنا الفلوس اللي دعمتنا بيها والمعدات اللي دعمتنا بيها القناه الخاصه فاحنا دافعين عليها 3-4 مليون. قال لي لا انا مش هقدر اساعدك واحنا كده كده ما عندناش فلوس ان احنا ننتج. كان الاتجاه الحل الاخير لينا ان احنا على صفحتنا على الفيسبوك عملنا ايفنت استردنا من الناس يا جماعه احنا موقفنا كذا 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 احنا ليها سوابق عملنا 3 افلام قبل كده وبنسمع كلام الرئيس لما قال لازم الشباب تبقى ايجابيه ولازم الشباب تاخد خطوات ايجابيه وهنستمر. ولما سياده الرئيس طلب من الفنانين ان هم يعملوا اعمال جاده ده شجعنا ان احنا نتحول لفيلم درامي عظيم. فاحنا قلنا مش هنقف يا جماعه احنا بنعمل حمله وجهتوا كلامكم للناس مساهمات الايه برسام ب 5 جنيه ب 10 جنيه فعلا والله اكتتاب والله. وقلنا مقابل كده هنكتب حاجتين اولا على تتر الفيلم هنكتب ان تم استكمال هذا الفيلم بواسطه الشعب المصري. ثاني حاجه اللي اكتتب معانا او ساهم بجنيه ب 10 ب 100 ب 1000 هيتكتب اسمه على التتر عشان الفيلم ده باذنك يا رب لما يتذاع بعد 20 سنه الناس تفخر ان هي شاركت في الفيلم دوت وان هي ساعدت ان هي تعمل حاجه لبلدها. ما والله برافو. بس لسه برضو ما غيرت حديث كمان اسف لسه عندنا دروب جامد جدا ان احنا حوالي دلوقتي بنتكلم بين حوالي 3-4 مليون ناقصنا ان المشاركات اللي جات لنا عدد كبير جدا من المصريين. طب اللي عايز يشارك معاكم دلوقتي يعني صفحتنا على الفيسبوك موجوده في عنوان للحوالات البريديه اللي يحب يشارك معانا واي حد. اسم الصفحه يا فندم؟ المجموعه 73 مراحل. المجموعه 73 مراحل يكتب على جوجل المجموعه 73 مراحل هيجي له الويب سايت بتاعنا هيجي له صفحه الفيسبوك بتاعنا ويكتتب معاك ويشارك باي مبلغ في انتاج هذا الفيلم. والله يا فندم انا في ناس واحد قلت خلاص بس في تكاليف خلاص المفروض تدفع يعني. احنا الناس اللي اشتغلوا معانا 21 يوم 16 يوم في الصحراء يومين في احد المزارع في طريق اسماعيليه اسكندريه الصحراوي ويومين في بلاتات مدينه الانتاج الاعلامي. الاستاف اللي اشتغل دوت كله اللي اشتغل 21 يوم معظمهم
ما خدوش فلوس. طيب دي كانت معلومة مهمة. خلونا بقى نسأل عن مجموعة 73 مؤرخين بس بعد التقرير اللي هنشوفه دلوقتي، ونسأل ضيفنا ايه هي المجموعة 73 مؤرخين. محمد عكاشة الله يرحمه، ودي كانت البدايه الشراره لتكوين المجموعه. فكرنا قلنا ان احنا نعمل حاجه اسمها المجموعه 73 مؤرخين. اجتمعنا في حاجه واحده بس، هدف واحد. هدف واحد اللي هو ايه بقى؟ مصر. كان كل هدفنا ان احنا نؤرخ حرب اكتوبر وادوار الابطال اللي قاموا بالحرب دي، سواء طيران او جميع الافرقه الثانيه. من جيل الشباب يلتقوا بالقاده، يلتقوا بالابطال. اهلا بكم مرة اخرى. استاذ احمد زايد مؤسس المجموعة 73 اللي انتجت الفيلم اللي احنا بنتكلم عنه. المجموعة 73 عمرها كام سنة؟ انا شايف انه من 2008. من 2008 لغاية دلوقتي بنتكلم في 7 سنين. تاني سنة 8. عظيم. الياتها بقى في التوثيق والتاريخ ايه؟ سهلة جدا. بنتقابل الابطال. بننزل بنقابل الابطال. بندور ونستقبل اي حد، جاره، صديق، قريب، اب، خال، عم، بطل. بنروح بنسجل معاه او بيجي لنا في مقر المجموعه بيسجل معانا وبنعرض بطولته في موقعنا. فبناء على الحاجات دهيت بيتكون عندنا زخم من العلامات بننشرها على الويب سايت بتاعنا، الموقع الرسمي لينا، والحمد لله اللي هو وصل عدد زياراته لغايه دلوقتي حوالي 18 مليون من سنه 2009 لغايه دلوقتي. الاليات غير الفيلم السينمائي والفيلم الوثائقي في قصص وفي روايات. احنا لجأنا للفيلم السينمائي والفيلم الوثائقي في الاخر بعد ما لقينا ان الشباب الحالي ما بيقراش، بطل يقرا، عايز المختصر. طيب عملنا الموقع بتاعنا، عندنا 1350 موضوع على الموقع بتاعنا. عظيم. ما بيقروش، عايز المختصر. طب دي قصه حياه بطل حوالي مثلا 20 ورقه فلوسكات. فلقينا ان الشباب لا، عايز الصوره اللي تشده. فعملنا ثلاث افلام، ده الفيلم الرابع لينا، وربنا يكرم يا رب ان شاء الله. وهنستمر. قائد القوات الجويه كلفنا بفيلم، وقائد قوات الدفاع الجوي كلفنا بفيلم برضه، وهنا بس حلو سينما باذنك يا رب. بنوجه لهم التحيه والتقدير، سياده الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوي، وسياده الفريق يونس المصري قائد القوات الجويه، وايضا يعني كل من يقف وراء الاعمال الوطنيه الجاده المهمه دي. طبعا ده الميكنج الخاص بالفيلم اللي احنا بنذيعه دلوقتي، اللقطات دي. في لحظات معينه احمد حسيت انه بالياس، حسيت ان الفيلم ده مش هيخرج نتيجة لإحباطات كتيرة. إحباطات كتيرة على مدار 7 سنين، ويأس، ولابس لازم تحدي ولازم إصرار. يعني أنا لو سيبنا اليأس يتسبب لينا في خلال 7 سنين ما كناش عملنا حاجة. لأن إحنا بنتكلم في حاجة الناس أو الكونسيبت عملنا ضد طبيعة الناس دلوقتي. الناس بيقولوا لنا أنتوا بتعملوا كده ليه؟ إيه العائد عليكم ورا كده؟ أنت بتضحي بوقتك وساعات فلوسك وذهب مراتك عشان تعمل فيلم، طب انت بتكسب ايه من ورا كده؟ اتسالنا السؤال ده كتير جدا. واحباطات، لا يا عم كبر دماغك من اللي انت بتعمله ده هو. بس احنا عندنا قناعه بحاجه معينه. مصر تستاهل، الشعب المصري يستاهل، الجيش المصري يستاهل، والعمل الجاد ايضا يستاهل وبيكسب. لان الجمهور، احنا عندنا بس خدعه بنقولها، يقول لك الجمهور عايز كده. الجمهور رافض الافلام السينمائيه اللي بتتقدم له. الجمهور عايز افلام وطنيه جاده وافلام مكتمله العناصر الفنيه. مش عيب ان كنتوا تشتغلوا في حاجه زي كده وتكسبوا كمان، ده المفروض. هو يعني املي ان انا اغطي مصاريفي الاول قبل ما افكر ان انا اكسب. لان احنا لما كلمنا المنتجين تفكير غريب جدا. قالوا لك ايه المنتجين؟ يعني انا مش هقول اسماء، بس هم كبار المنتجين في مصر ما عدا واحد معين، مش هنذكر اسمه ولا هنتعرض له اصلا عشان شغل افلام الهابطه والاساءات الدمويه للمجتمع المصري طبعا. السؤال، طب ليه الجيش ما يعملش؟ طب احنا نعمل ليه؟
عارفين ان الفيلم هيكلف كتير، قلت لهم الانتاج الافلام الحربيه مش بيكلف كتير، انت هتكلف مليون هتكسب 100 وخش مع المجموعه 73 وهتكسب. اظهار البطولات ده هي هتفتح مجال جديد للسينما المصريه اسمه الافلام الحربيه. رفضوا واعتذروا، قال لك لا انا خايف، لا ما اخشش، مش هيكسب، خايف على المكسب. طب مش خايف على تاريخ بلدك؟ بلاش، مش خايف على القيم بلاش القيم عشان الكلام ده كبير وما بياكلش مع الناس. طب انت مش خايف؟ لا ما بياكلش مع المنتجين. انا مع النوعيه طبعا، المنتجين طبعا. انت يعني هو اسيا لما عملت النص صلاح الدين او لما اتعمل كذا، طب الفيلم نص صلاح الدين لسه بيتعرض؟ ما فيش اسبوع بيعدي لو في قناه بتعرض نص صلاح الدين. اوكي ليه؟ عشان بيقدم حاجه. طب ما كانش فيه الفيلم، ما كانش فيه نجوم برضه يعني. لا انا معانا استاذ ياسر علمان اعجب جدا وليه دور معين، لكن لازم نفهم ان الافلام الحربيه ابطالها الحقيقيين ظباط. انتوا عرضتوا طيب على نجوم معين؟ طبعا مهم. طبعا قالوا لكم ايه؟ مسافر، مشغول، وفي راح احد النجوم طلب 2 مليون ونزل تصوير يومين. 2 مليون جنيه تصوير اربع مشاهد في يومين ومن غير ما يقرا السيناريو، فده كان رفض قاطع. على العموم يعني انتوا عولتوا على اثنين ما بيخسرش ابدا اللي يعول عليهم، الشعب المصري في اكتتاب الفيلم ده والقوات المسلحه. شكرا جزيلا على الجهد اللي انتوا بتقدموه وعلى هذا الفيلم والافلام القادمه ان شاء الله. في ايماء سريع على الفيلم القادم ايه؟ 53 دقيقه. ده فيلم بقتال جوي، فيلم سينمائي باذنك يا رب، منتظرين التصديق عليه من القوات المسلحه قريبا. هيدور حوالين معركه المنصوره، وده هيبقى اول فيلم عربي، اول فيلم عربي مصري في الشرق الاوسط بيتكلم عن القتال الجوي ومعركه جويه. معركه جويه وده هو العيد القوات الجويه يعني. والفريق يونس المصري يعني ده التكريم الحقيقي لينا ان هو كلفنا بالعمل ده. ده لثقة ما شفت، شاف الناس بتشتغل شغل، واحنا في سبيلنا ان احنا يعني بنجيب منتجين شباب مش منتجين كبار، ناس مؤمنين بحاجه زي كده، بنحاول نشكل فريق اللي يكون بانتاج العمل ده. واحد مربح جدا فوق ما تتخيل. هايل، بشكرك جزيل الشكر استاذ احمد زايد، مؤلف فيلم الكتيبه 418 دفاع جوي ومؤسس المجموعه 73 مؤرخين. شكرا جزيلا وشكرا لكل اللي معاك في الفيلم او في المجموعه. واعتقد انه دي رساله للجهات اللي في الدوله اللي معنيه بالفنون ومعنيه بالانتاج، يا جماعه انتبهوا لمصر، انتبهوا لمصر ولتاريخ مصر. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، صباح الخير لكل المصريين، كل سنه طيبين وانت طيب بخير. مشاهدينا الكرام، فقره صباح الخير يا مصر ممتده مع حضراتكم، ابقوا معنا.